وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلام التونسي كيتسائل شكون كيحكم الجزائر. كل شيء ولا عارف بان عبد المجيد تبون مجرد كادر في الواجهه، لكن ماشي هو اللي كيحكم الجزائر، وهذا الشيء اللي غادي يتساءل عليه الاعلام التونسي. حنا عارفين بان التوانسه ولا واعيين وعارفين بان طريق الكابراناش طريق كحله، وحتى دوك الرشاوي اللي كيتلقاوها من الجزائر ما كيستافد منها الشعب حتى شي حاجه. فنخليكم مع شنو قال الاعلام التونسي. نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. باش نبداو بتفاصيل مثيره، جينا من عند جون افريك دونك اللي تحكي لنا على هروب نبيل وغازي القروي من الجزائر لفرنسا. شنو هي الحكايه صاحبي؟ حسب جريدة الأخبار التونسية نقلا عن مجلة جون أفريك اللي قالت أنه الأخوين نبيل وغازي القروي الملاحقين بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وبعد ما تم القبض عليهم في تبسة في الجزائر أمرت محكمة قسنطينة بالإفراج عنهم نهار 26 أكتوبر الماضي وطلبت منهم أنهم يبقوا تحت تصرف العدالة. لكن تفكروا نضال اللي الفيديو اللي دار متاع برشلونة مدينة برشلونة في إسبانيا وقت اللي شفنا اللي حد ما يعرف اسكو هما اللي ما نعرفوش هما وإلا ليه، ولكن جات جون أفريك وقالت صحيح راهم هما هذوكم الزوز الأخوين قروي وراهم طوى انتقلوا من إسبانيا حتكشي لفرنسا وهما طوى موجودين في فرنسا. دونك جون أفريك كونفيرميت أنه الفيديو اللي ريناه هذيك متاع في برشلونة صحيحة وهما أي قالت اللي هما في فرنسا وهما توا يعني سافروا عن طريق طائرة خاصة رجل أعمال جزائري وهربوا يعني هروب من الجزائر حتكشي لإسبانيا ومن إسبانيا لفرنسا. وزادت قالت الجريدة أنه قابلوا أعضاء من حزب قلب تونس اللي هما أسامة الخليفي، نعرفوا اللي هو ما نجمش يرجع للبلاد وقاعد غديكا، دونك كملوا تقابلوا مع الاعضاء نتاعو. ولو انه سمعنا وانا قلتها مره لهنا في البلاتو قلت راهو فما برشا حديث يدور حول طلب لجوء ليهم الزوز، يحبوا يعملوا طلب لجوء لفرنسا على خاطر يحبوا يهربوا من الاحكام والا شنو باش يصير لهم على خلفيه الاحكام وعلى خلفيه القضايا اللي متوجهه ليهم. ونذكروا حاجه اخرى اللي زاده المدعي العام بمحكمه القصرين اصدر مذكره جلب ليهم الزوز ولكن ما كملوش في حكايه التسليم اللي نورمالمون يصير من الجزائر الى تونس. دونك هذا شنو قالت جون افريك ونستناو قادم الايام باش نعرفوا شنو صار وهل حق هما موجودين توا على التراب الفرنسي وشبيها تونس ما تحركتش وشبينا ما جلبناهمش. تسمى بريكدي ديبلاسمون جزائر اسبانيا اسبانيا اي اي دونك حواسه بها دونك ان شاء الله نعرفوا الحقيقه وان شاء الله القضاء يفيق شويه ويشوف ويتبع الحكايه هذيك. هو يطرح اشكال هذا الكل لانه نبي القروي ماهوش اي كان، نحكيه على رئيس الحزب اللي جا الثاني في الانتخابات اللي فات، نحكيه على الشخص اللي جاء تعدل الدور الثاني نتاع الانتخابات الرئاسيه، ونحكيه على مالك قناه ما بين الاولى والثانيه في تونس واللي الوضعيه نتاعها اليوم تطرح اشكال مش الاشكال القانوني تقريب ماشيين في حل مع قناه نسمه، لكن اشكال على مستوى الناس اللي تخدم في نسمه وهو اشكال مطروح ويستحق ان نهتموا به. الصوره الحاصله على السياسيين في تونس مش حلو طبعا، صارت في بلدان اخرى انه يكونوا فما دي بوليتيك دخلوا في امور قضائيه وامور غير واضحه وهربوا من البلاد، اوكي هذا الكل يصير، لكن بالنسبه لتونس الصوره ماهيش حلوه وتخلي زاد الثقه نتاع الناس اللي اعطاوا اصواتهم نبيل القروي. هذا ما لازمناش نساوه، فرق ما بين تعطي صوتك لرجل سياسه وما ينجحش، فرق ما بين تعطي صوتك لرجل سياسه ويهرب ويتصرف كالمجرم مش معنى الاجرام، معنى فيجيتيف، معنى انسان هرب من القانون، مارق على القانون. الثقه تيح في الطبقه السياسيه الكل. وهذا يدل مره اخرى، ولو انا باش نجبد موضوع بموضوع اخر، وانه راهو لازم قبل ما ندخلوا في انتخابات انه نعملوا قانون انتخابي ماهوش اللي يجي نجم يدخل الانتخابات. كان باش نعاودوا سيناريو في 2024 ولا 2023 ولا وقتاش بتصير الانتخابات الجايه بناس عندها تلافس تنجح باشكال كيما خليل تونس وغيرها، راهو هذا باش يوصلنا، وهو ديجا وصلنا دخلنا في حيط هاكم تراو يا ناس وقت تجيو تصوتوا تخموا مليح، ما تخموش في شكون
يدمغ جلكم في مخكم في التلفز ويدمغ جلكم في معدتكم وفي كروشكم بالمقرونة وغيرها. هذا بغض النظر على حرية نبيل القروي واللي معاه أنهم يصوتوا نبيل القروي وألا أنه يقدم حزب يكون حزب ينفقوا بهم ويخرجوا بعد مشتبل. ما حكيناش على نقطة أخرى مهمة جدا في الموضوع مراد وتكميلا لكلامك أنت لعلاقتنا مع الجزائر. الجزائر أباغامون ما تحبش تعمل مشاكل دبلوماسية معنا. دونك حتى العلاقة متاع الجزائر مهمة جدا على خاطر حبينا وإلا كرهنا. بالنسبة حتى لتونس نبيل وغازي القروي هربوا لبلد شقيق، بلد اللي يجمعنا بها أكثر من معني علاقاتنا متودة وكبيرة برشا بارابور البلدين أخرى. دونك هروبهم أصلا حتى للجزائر ينجم يعمل لنا مشاكل دبلوماسية. وحتى في تصريح بعض القيادات في الشقيق الجزائر يقول لك أنه راهو الموضوع هذا رانا نحن الأحكام اللي صدرت راي أحكام ماهيش بعيدة كل البعد على الأحكام اللي باش تخرج في تونس. نحن لن نتدخل في القضاء التونسي، راهو الأحكام هذه خرجت على خاطر محاولة الدخول للبلاد بدون معناها وجه قانوني، راهو حسب ما القانون متاعنا يقول، وخليتهم ديجا موجودين البرة بعد ما خرج الأحكام متاعهم. ولكن زيدا لتونس أنها هي تزرب وتسرع باش تاخذ قرارات فيهم الزوز. دونك حتى هروبهم من الجزائر إن شاء الله ما يتعداش مرحلة أنهم شو أما كان تونس ما لقاتش حل هما في الجزائر ما بالنسبة لك تكون تلقى حل هما في فرنسا ما أصعب. هذا دليل أول حاجة مرة أخرى اللي راهو القضاء متاعنا عنده إشكال ما يعرفش يخدم عشان مع سليم ريح ما عملوا له انتربول ايش عمل سليم هاك مشي على روحه ولا ضحي توها طلع الاخرانية متاع منصف المرزوق. هذيك توا تشوف التداعيات متاع القضية هذيك على منصف المرزوق قداش بتكون خايبة على تونس خاطر ولينا ممارسات متاع ديكتاتور متاع جنوب افريقيا. هذي معنى الدوسي قانونيا ماهوش مربوط كما يلزم رزمة نبيل وغازي قرار. وللتوضيح ديما راه حطوا في بالكم حاجة ان نكونوش فك راهو الجزائر علاقتها مع تونس راهي فيها وعليها. تعرف انت شكون يحكم في الجزائر اليوم؟ تعرف شكون يحكم؟ ما تعرف شكون يحكم في الجزائر؟ ماناش متأكدين أنه اليوم راي ديمقراطية ليه؟ من ذاك الرئيس أما اللي يحكموا الحقانين ماناش متأكدين وأنه ديما يخدموا اليد في اليد مع تونس باش نكونوا واضحين. تعرف سبب أكبر سبب متاع انهيار المالية العمومية في تونس سنرجع حكيه من بعد هي الفاكتور انرجيتيك مع الجزائر. الجزائر هي حليفتنا شبيه ما تهبط لناش في الفاكتور انرجيتيك نشتري ما عندها الغاز والبترول. ايه ما تحكي ما فهم حاجة دي باية اخرى تعرف فيها الجزائر مراد فوق التلفزي ما تكي تقول العلاقة بين تونس والجزائر فيها وعليها دونك السونس فيها وعليها فسر معناها احنا ديما عنا الاحساس وانه الاخوة في الجزائر وانه الدولة الجزائرية حتى مصلحة تونس اللي احنا نتصوروها ما بينها الجزائر عندها حساباتها. رينا مراد في السنين الاخرى انه معناتها الجزائر وقفت معنا في بلوزيغ سيتواسيون برشا مرات نجمو نرجعو عليها بالنقطه لو تشوفوا انه الفكره السائده مشتركه يا مراد خاصه العلاقات الامنيه كي تحكي الجزائر ولا تونس كيف ما تنجمش انت تحكي ما تنجمش مثلا تونس الجزائر ما تكونش واقفه مع مع تونس في المساله الامنيه. دونك نحكيو على حاجات كيف ما هكايا هي حاجات مشتركه ما بين زوز دولتين اقرب. والدليل نجاحنا في سمامه في جبل سمامه شو الارهاب كي ضرب راه ما فرقش يضرب هوني ويضرب غد ولكن موضوع اخر نجمو نحلوه في اما ما صارش السوتيان ميليتير و العبره بالنتيجه اوكي لكن ما صارش خمو شويه من بعد نربطوا الاحداث ببعضها. انا مش شو نوضح حاجه بركه انه راهو تونس من الاخر تعامل على روحها ما تعامل على حد تعامل على روحه وهذا بالارقام مش فكره راه بالارقام وبالممارسه. البلدان الحليفه ليك توريولك بالممارسه وقفت معاك ولا ما وقفتش معاك. انا شنو نقول خذوا الارقام تو تشوفوا واحد اذا مسؤول تعامل على روحها اسكتو بالنسبه ليك تونس نجم تعامل على روحها ايكونوميكمون مستحيل معناتها كان مش اللي في مي لا هذيك مساله ثانيه هذيك مساله ثانيه بيان سور. اما من المستحسن ومن القدام باش نجيو في قانون الماليه من المستحسن ان نعملوا على رواحنا وما عملوش حتى على الصحاب حتى بلدان الخليج هو الحقيقه راه حاجه اخرى مراد حتى رجال الاعمال والعبيد المتهربه جبائيا
وضريبيا من البلاد يساعدهم معناها في عوض يخدموا الاقتصاد معنا يكون معنا نخدموا مع الجزائر يخدموا بطريقة غير قانونية باش هما يربحوا ما يربحوش الدولة. يعني حتى اللوم زاد على الناس اللي قاعدة تخدم في تونس مع الجزائر مش حتى على القيادات الفوق فهمت، حتى القوانين متاعنا معناها بالية وأكل عليها كنشوف القوانين في الجزائر أسر رجال الأعمال اللي تخدم في الجزائر تو تشوف المشاكل الكبيره دونك احنا محلولين هما الجزائر ماهيش محلوله رجال الاعمال في تونس نكونوا واقفين شويه الحقيقه وهذا نعرف نحكي على ملفات نعرف الجزائر وقفت معانا في حكايه الكونترا فما التعاون في الكونترا خاطر احنا ناس كل سخايل الكونترا تجي من ليبيا مش صحيح لا. شوف التقارير الامنيه الصحيحه شوف شبكات الفساد الديوانيه اللي يحكي عليها الرئيس نجم واحد يقول لك مراد اسكو تونس واقفه كم الفول لا بالطبيعه احنا زيد احنا زيد لا احنا تقف معك ولا اسكو طبعا ماناش ماناش كم الفول تونس ماهيش عامله سياسه ضد الكناتريه واضحه الحكايه هذه فما لسه عليه كبير في الموضوع فما في سير في بتاع الكونترا فما لسه عليه كبير دونك باش تقول لي الجزائر وقفت معنا ولا لازم وفي وفي المعركه هذه المعركه هذا النقطة اللي ما فيهاش إشكال أنه الرئيس يلزم الناس تكون معاه في محاربته الفساد هذي الفساد الديواني الفساد اللي موجود على الحدود الشبكات الكبيرة ياس والنجم نقول لك اللي الشبكات هذه اليوم قاعدة تخدم ضد رئيس الجمهورية وتهدد في رئيس الجمهورية وتنجم تكون أقوى من الإمكانيات الموجودة في تونس لكن يبقى نقطة الاستفهام أن هذه الشبكات هذه تنجم تكون عندها تواصل في الجزائر وهذا عادي خير الفساد ما عندوش حدود فساد للناس الفاسدة ما تستعرفش بالحدود إيش يعني نحن حلينا به كان دور فيديو ديال اليوم خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات مش باخدش عليا بالرأي ديالكم الناس اللي مازال ما مشتركش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلوا من الجديد ديالنا دائما شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب